استمتع هواة الفن الرابع في تيزي وزو بعرض من إنتاج المسرح الجهوي كاتب ياسين، الذي خصص هذه المرة لمسرح الأطفال، مسرحية نور بارق للمؤلفة الشابة نوال مسعودي وإخراج المصري إيهاب مصطفى. لقيت إقبالاً من طرف الجمهور، حيث استمتع الجمهور بلوحات امتزجت فيها القيم الأخلاقية السامية بالمواقف الفكاهية الهزلية. الحكاية اللي حكتها نور بارق فيها عبرة، اللي هي حكاية الثور الأبيض والثور الأسود. في لحظة من اللحظات الثور الأبيض الأسود استغنى عن صديقه الثور الأبيض، وهكذا مام هو في الأخير قدرت الساحرة الشريرة تاكله. وهذه المسرحية بغينا نعلموا بها الأطفال باش يكونوا متحدين، يحبوا بعضهم البعض وما يسمحوش في بعضها. مغامرات نور بارق صورت في قالب مثير رمى بالأطفال في عالم الحكايات والخيال لتجسيد معاني تربوية خالصة، خاصة ما تعلق منها بالصدق والعرفان بالجميل. هذا التناسق بين الأدوار والإطار الفني جعل الحضور يصفقون مطولا. تحكي لهم حكاية تنقلهم لعالم الخيال ويتعلموا منها عبرة ورسالة. المشروع بيحاول يوصل رسالة الاتحاد، وانه ازاي ما نديش فرصة لحد ان هو يفرق ما بيننا، سواء مجتمع او اصدقاء او اي ان كان الرابط الانساني اللي بيحكمنا، ما نتحاولش نتخلى عنه بسهولة. المشروع جه بتعاون ما بيني وما بين الفنانة نوال مسعودي صاحبة النص. هي مسرحية نور بارق تعد الثالث عمل ينتجه المسرح الجهوي كاتب ياسين بتيزي وزو هذا العام، في انتظار عملين آخرين خلال شهر أكتوبر ونوفمبر القادمين، على أمل أن يبقى هذا المسرح الجهوي طريقاً معبداً للسير نحو الاحترافية.